أكد مفتي الجمهورية الشوقي علام أن دار الإفتاء مستمرة في جهود محاربة الإرهاب والتطرف عبر برامج التدريب المتنوعة. وأبدى شوقي علام خلال لقائه وفدا من أوزبكستان استعداد دار الإفتاء لتقديم جميع أشكال الدعم إلى المسلمين في أوزبكستان، خاصة في مجال تدريب الدين ومواجهة الفكر المتطرف. هذا أكد الوفد الأوزبكي تطلعه إلى التعزيز في التعاون الديني والاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية لإعادة الدعاء ومواجهة أو لإعداد الدعاء ومواجهة التطرف.